أهلا بكم من جديد. قال المهندس خالد صبرة رئيس مترو الأنفاق في مصر، قال إنه سيتم زيادة أسعار تذاكر المترو نهاية العام المقبل بنظام تقسيم المحطات، بحيث تكون التذكرة الحالية وسعرها جنيهان للرحلة التي لا تزيد عن 9 محطات وثلاثة جنيهات للرحلة من 18 إلى 22 محطة و4 جنيهات للتذكرة في كل الخطوط. تصريحات رئيس المترو سبقتها تصريحات لوزير النقل المصري قال فيها إن الأسعار ستبدأ من 2 و3 و4 جنيهات بحسب مراحل المحطات، وأن تذاكر القطارات ستشهد أيضا زيادة هي الأخرى، ولكن بعد وصول القاطرات الجديدة وتحسين الخدمة. جدير بالذكر أنه وخلال مارس الماضي رفعت مصر أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسبة 100% ليصل سعر التذكرة إلى 2 جنيه. الحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو السيد علاء البحار، الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية بجريدة العرب الجديد. أستاذ علاء أهلا بك معنا، وكذلك سينضم بالطبع إلينا بعض الضيوف الآخرين في هذا السياق خصوصا من مصر. لكن أبدأ معك أستاذ علاء، تصريحات رئيس مترو الأنفاق ومن قبلها تصريحات وزير النقل، هل هي منطقية؟ يعني هو الرجل بيقول لك ان ما ينفعش تقطع تذكرة ب 2 جنيه وتركب بيها 40 محطة فتساوى الجميع، فالتذكرة هتبقى من 2 و3 إلى 4 جنيهات لكل الخطوط. ده في الحقيقة دي احد وسائل الزيادة، يعني هو بيحاول يرفع الأسعار فبيدور على مدخل جديد للزيادة. في الحقيقة في شهر مارس الماضي لما رفعوا سعر التذكرة، وزير النقل نفسه نبه بأنه هيكون في زيادة تانية غير 100% من جنيه لـ2 جنيه في آخر 2018، هتبقى بين 3 و4 جنيه ويمكن أكتر من كده. أنا أعتقد أن المرة دي هي إنعاش لذاكرة المواطن المصري، هو بيحاولوا ينعشوا ذاكرة المواطن أنه لا، في موجة غلاء جاية وفي موجة زيادات مقبلة. وأعتقد أن ده جه نتاج الاجتماعات الوفد الحكومي المصري مع صندوق النقد الدولي. وطبعا هو إلغاء الدعم نهائيا عن الوقود هيكون 2018-2019، وبالتالي ده لازم هينعكس على أسعار التذاكر. لكن في نقطة، يعني بعض النقاط اللي بتخليهم بيتحسسوا الأمر في خلال الفترة دي، هو قالوا قبل كده لما زودوا تذاكر المترو، المرة دي بيحاولوا ينعشوا ذاكرة المواطن، لكن اعتقد انه في قرارات هتتاجل بعيدا عن المترو. انا اعتقد المترو هيتنفذ، يعني قرارات هتتاجل زي زياده الوقود علشان انتخابات الرئاسه، يعني ستكون بعد منتصف العام القادم. ايوه، اعتقد انه حتى مفاوضات الحكومه مع صندوق النقد في هذا الاتجاه، هم كانوا بيتفاوضوا على انه يستلموا شريحه 2 مليار دولار، واعتقد اللي هي الثالثه هم خدوا 4، فهياخدوا 2 وهيبقى فاضل لهم 6 مليار دولار، اللي هو مليارات دولار، هي 12 مليار دولار اجمالي صندوق النقد. اتفقوا مع الصندوق في المفاوضات مع المصرفين في الصندوق انه يتم تاجيل بعض القرارات المزعجه للمواطن المصري والتي قد تثير غضب المصريين الفتره المقبله الا ما بعد انتخابات الرئاسه اللي هي منتصف 2018. لكن يعني ارتفاع اسعار تذاكر مترو الانفاق من 2 لـ4 جنيه يعني على كل المحطات، هل ده سعر عادل للمترو ام لا؟ لا طبعا بالطبع، يعني المواطن المصري مش ناقص، يعني على فكره الناس بتتكلم من نفسها دلوقتي في الشارع. هو الناس طبعا بتتقبل الامر، يعني دعنا نقول الناس بتتقبل الامر في ظل حاله القمع اللي احنا شايفينها في مصر، وفي ظل فشل الحكومه في ان هي تعمل اي حاجه للمواطن المصري. لكن طبعا نسبه التضخم تاريخيه، احنا بنتكلم فوق ال 33% حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء وحسب البنك المركزي، انخفضت يعني شويه حسب التقارير الرسميه، لكن تبقى في اعلى مستوياتها يعني على مدار 80 سنه من تاريخ مصر، يعني مستويات لم تحدث من قبل. وبالتالي المواطن المصري مش حمل انه تزود له على تذكره المترو اللي هو بيستخدمها 3 مليون مواطن مصري يوميا بهذه النسبه الكبيره 100% او 50%، يعني ده في منتهى الخطوره، لانه ده معناه ان المواطن المصري يتحمل في اليوم، بدل ما كان مثلا بيدفع مواصلات المترو بيركب المترو مرتين ثلاثه في اليوم 5-6 جنيه، هيدفع 10-12 جنيه. اذا اضفنا هذا العبء طبعا في يعني بمتوسط في الشهر الواحد
حوالي 300-400 جنيه تنقلات بس. تمام. للمترو ده نتخيل. بس هو الحقيقه هو ايضا من ضمن المبررات يقول لك المترو بيدخل حوالي 700 مليون جنيه في السنه، مقابل هو كان بيصرف 900 مليون جنيه، لعل بعد الزياده ابتدى يعني يقترب من مصاريفه، وبالتالي منطقي ان هو يرفع من اسعاره بحيث ان هو يكسب شيء تعود على العاملين فيه، تعود على جوده الخدمه المقدمه. ما هو ده بقى اللي عايزه صندوق النقد الدولي، انه يلغي الدعم تماما. وده اللي احنا بنقول عليه، انه المواطن المصري في مثل هذه الظروف يجب ان يدعم، حتى لما تيجي تلغي الدعم بتعمل اجراءات حمائيه لهذا المجتمع. في الحقيقه نحن ما زلنا وسوف نظل ندفع ثمن القرار الكارثي اللي هو تعويم الجنيه المصري اللي مر عليه اكتر من سنه دلوقتي. هيفضل المواطن المصري يدفع ثمن هذه الكارثه. نعم. لان انت بتحول كل الازمات وكل المشاكل وترحل كل الكوارث ويتحملها المواطن المصري. طيب ساعود اليك مره اخرى استاذ علاء، لكن ينضم الينا من القاهره الدكتور علاء عبد الحليم الخبير في الشؤون الاقتصاديه. دكتور علاء ارحب بك معنا. اهلا وسهلا. نعم. هل حل الازمه الاقتصاديه في مصر دائما وابدا يعني يرمى في احضان محدود الدخل؟ خصوصا النهارده المهندس خالد صبره رئيس مترو الانفاق بيقول لك لا، احنا هنرفع تذكره المترو من 2 ل 3 الى 4 جنيهات مره واحده خلال الشهور القادمه. ليس هذا من الخطوره بمكان على شعب يعاني بالفعل من ارتفاع الاسعار في الفتره الاخيره؟ وفي الحقيقه ان في زياده بالنسبه للتكلفه، وان احنا نحافظ على مترو الانفاق يكون شغال وبكفاءه جيده، ده شيء مهم جدا بالنسبه للشعب المصري، خاصه بالنسبه لمحدودي الدخل. ولعل ان احنا بنخاف ان احنا يحصل في المترو زي ما حصل في القطارات، يعني القطارات في الحقيقه الاسعار مجمده منذ فتره طويله وبيعاني من نقص في التمويل، فبالتالي في مشاكل كثيره بالنسبه لخدمات القطارات في مصر، لكن المترو مشروع ناجح ومن الافضل ان هو يكون موجود ومتاح للكل، واذا كان هناك في تحريك في الاسعار ده انا متوقع ان يكون في نتيجه تكلفه سواء بالنسبه لتحريك سعر الدولار او بالنسبه لزياده تكلفه الصيانه. لكن هو حرك بالفعل في مارس الماضي 100% من جنيه الى 2 جنيه، الا يكفي هذا؟ يا سيد الفاضل 2 جنيه ما بيغطيش التكلفه الحقيقيه بالنسبه لاستعمال خدمه المترو، وخدمه المترو بيستخدمها اهل القاهره، وده ضروري جدا جدا ان المترو نفسه يكون شغال، لانها يوما لن يستفيد محدود الدخل لو حصل ان المترو تعثر او المترو ليس لديه تمويل، ليس لديه امكانيه لشراء قطع غيار او تجديد القطارات. طيب ابقى معي دكتور علاء. نحافظ ازاي؟ ما هو في الاخر انت بتقدم خدمه والخدمه دي مرتبطه بالتكلفه، لكن ربما الامر بيحتاج من الحكومه ومن مجلس النواب ان يكون في دراسه بالنسبه لباقي مصاريف المترو، سواء بالنسبه للمرتبات او بالنسبه لو في هناك بعض الاصول غير المستغله لتخفيف الامر بالنسبه لتكلفه المترو، لكن فكره ان احنا نهاجم رفع الاسعار، ولكن لما بيحصل لو حصل حوادث او حصل تعطيل بالنسبه للمترو ستكون المشكله اكبر. طيب ابقى معي دكتور علاء، سأعود إليك بالتأكيد، لكن ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة السيد محمود العسقلاني رئيس حركة مواطنون ضد الغلاء. سيد محمود أرحب بك معنا، إيه رأيكم في أو رأيك في كلام رئيس مترو الأنفاق بأنه يرفع تذكرة المترو من 2 إلى 3 إلى 4 جنيهات حسب محطات المترو؟ أنا بس يعني عايز أعرف مين حضرتك على الطرف الآخر. معايا الدكتور علاء عبد الحليم من القاهرة وهو أستاذ اقتصاد، ومعي في الاستوديو السيد علاء البحار وهو صحفي في الشأن الاقتصادي. تفضل أستاذ محمود. أهلا بك. لا شك طبعا أنه يعني رفع أسعار تذاكر متر في هذا التوقيت ربما يفيد أكيد أو بالتأكيد هيفيد المواطنين بضرر شديد جدا، خاصة أن تكلفة الحياة بقت صعبة جدا. تمام. أنا بتمنى ان الحكومه تعيد النظر في هذا القرار، اذا كان في يعني كلام من هذا النوع في القادم من الايام، لانه في النهايه هذه اعباء جديده تضاف على المستهلكين، بنتمنى انه ما تحصلش، لانها لو حصلت هتعمل مشكله كبيره جدا، خاصه للناس الموظفين اللي مرتباتهم محدوده، معظم الناس اللي بيركبوا المترو للموظفين البسطاء اللي مرتبهم محدد ومعدوم زيادات في المرتبات، وبالتالي تطور الامر يقتضي اعاده نظر.
طب يعني في فكرة إعادة النظر، لعلك استمعت الكلام دكتور علاء من القاهرة وبيقول لك ما هو ده أفضل من أن حالة مترو الأنفاق كمرفق تتردد ويحصل أعطال كثيرة، وبالتالي لازم نرفع الأسعار علشان نقدر نقدم خدمة جيدة. ده من وجهة نظره مبرر لرفع الأسعار يا أستاذ محمود؟ وبالتأكيد أنه يعني أنا بقول رفع السعر ده ربما يأتي في إطار يعني الكلام اللي بيتكلم عليه الدكتور علاء، لكن الأفضل أن تتحمل الدولة جزء من هذه الأعباء، لأنه وجود الناس تحت الأرض أفضل من وجودهم فوق الأرض. وجودهم تحت الأرض بيوفر تكلفة على المواصلات فوق السطح، يعني بيوفر تكلفة العوادم وتكلفة حركة المرور اللي بتبقى مكدسة. الناس أنا بعتقد أن تذكرة المترو أو وجود الناس في المترو أفضل من وجودهم على السطح. طيب ده خليني أسألك يا أستاذ محمود، يعني المترو لسه زي تذكرته في مارس الماضي من جنيه لاتنين جنيه، يعني فكرة الاستسهال البعض يقولها كذا من قبل الحكومة في فكرة أن أي حاجة نروح لجيوب المواطنين البسطاء ونرفع سواء أسعار تذاكر المترو، أسعار فواتير الكهرباء، المياه إلى آخره، يعني هذه الطريقة وهذا التفكير تعتقد أنه هو تفكير موفق في بلد بها عدد كبير من الفقراء ومحدود الدخل كمصر أم لا؟ هو خليني اقول لك انه هذه الحكومه الحاليه بامانه شديده يعني متلخصه كثير جدا مع الكلام اللي بيقوله رئيس الدوله، يعني رئيس الدوله ده اللي بيكلمهم على فكره يعني رعايه الفقراء ورعايه محدودي الدخل والتعامل والتعاطي مع هذا الشان بشكل مختلف، لكن هم في حقيقه الامر بينفذوا هذه السياسه بشكل معادي. واتصور انه يعني هذه الحكومه يعني فقدت شعبيتها بشكل غير عادي، لان فعلا زي ما انت قلت تستسهل فكره الزياده على حساب الناس في البلد. انا بتصور انه لازم يبقى في موقف حاسم من رئيس الدوله يوقف هذا الكلام، لانه في النهايه دي اعباء تضاف على الناس في توقيت بالغ الخطوره وبالغ السوء في امن. يعني طيب ابقى معي يا استاذ محمود. استاذ علاء، استاذ محمود العسقلاني بيقول لك ان يبدو ان هناك اشكاليه كبيره لدى الحكومه المصريه التي لا تنفذ ما يقوله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فيما يخص يعني التعامل برفق مع محدود الدخل والفقراء. ايه رايك في الكلام؟ في الحقيقه هو السيسي هو الحكومه والحكومه هو السيسي، يعني الاثنين واحد، يعني وهي الحكومه دي مين اللي جايبها؟ ما هو السيسي، والسيسي هو بنفسه اللي بيقع في تناقضات كتيره جدا. هو اللي قال في وقت من الاوقات هتدفعوا يعني تدفعوا، واتكلم حتى على انه اللي بيتصل هيدفع، على موضوع الاتصالات بتصل هيدفع، واللي بيستقبل اتصالات هيدفع، وفعلا رفعوا كروت الشحن. في الحقيقه الوعود المتكرره للسيسي بانه هنخفض الاسعار في خلال شهر، طب ادونا 6 شهور، طب ادونا سنتين، وانه القوات المسلحه هتتدخل لخفض الاسعار، كل ده طلع وهم. ثانيا في نقطة مهمة جدا الكلام اللي قاله الدكتور علاء، انه عشان تحسين تكلفة تحسين المترو. تحسين المترو ايه؟ المواطن المصري بيدفع ضرائب فوق 600 مليار جنيه سنويا حسب الموازنة المصرية، يعني بمعنى ان هو بيدفع تقريبا اكتر، يعني المواطن المصري هو اللي بيمول الموازنة المصرية. ألا يكفي هذه الضرائب لتقديم خدمات للمواطن المصري؟ الأمر الثاني انه كل حاجة يقول لك تحسين الخدمة، الخدمة أصلا كده كده بايظة. يعني ما احنا شفنا القطارات والحوادث في القطارات، شفنا المترو وحوادث المترو، وشفنا الزحام اللي في المترو، وشفنا الانهيار اللي حصل في معظم الخدمات اللي بتقدم للمواطن المصري، رغم انه هذا النظام توفر له موارد ماليه لم تتوفر لاي نظام من قبل ولا اي حكومه من قبل. ده خد من الخليج بس 60 مليار دولار، خد من صندوق النقد او اجمالي القرض اللي هياخده من صندوق النقد 12 مليار دولار، خد منهم 4 ومنتظر 2 مليار دولار، خد قروض من البنك الدولي ومن البنك الافريقي ومن الاتحاد الاوروبي. فين بتروح كل هذه الاموال؟ الا يجب ان تنعكس كل هذه الاموال على المواطن المصري؟ ولا هو المواطن المصري هو الوحدي الذي يدفع ثمن فشل هذه الحكومه في اداره الملف الاقتصادي؟ طيب خلينا نسال الدكتور علاء سريعا فيما يخص هذا الكلام اللي بيقوله الاستاذ علاء هنا، يعني كل هذه القروض التي اخذها النظام المصري من جهات مختلفه، لماذا لا تنعكس على حاله المواطن المصري؟ بل على العكس، ده بيحصل دلوقتي ان بترتفع الاسعار وعايزين كمان يزودوا مترو الانفاق مره اخرى.
يا سيدي الفاضل الاستاذ علاء البحار ذكر نقطه مهمه، ان في الاخر في بعض الاشياء خدماتها سيئه زي القطارات. فاحنا دلوقتي عندنا مترو خدماته ممتازه بالمستوى العالمي، ومترو يمتد لحوالي 60 كيلو، والان بينفذ المرحله الثالثه والرابعه. فبالتالي يا سيد الفاضل لازم ندفع خدمات. بالنسبه للقروض يا سيد الفاضل، كل الجهات الدوليه اللي بتمنح مصر قروض بتراقب هذه القروض وراحت فين وجات منين، لان الامر مرتبط بالاحتياطي، مرتبط بتوفير القمح، مرتبط بتوفير المنتجات البتروليه، مرتبط باشياء كثيره. وان يعني ما فيش فكره ان حد بيجيب لك قرض في شوال او في شنطه بيقول لك خد الفلوس دي ويمشي. يعني في الاخر القروض دي لحد كبيره كده الفاضل ما بتكونش نقديه، يعني اذا كانت منتجات بتروليه من السعوديه او من الامارات، اذا كان البنك الدولي بيمنح شيء فهو البنك الدولي بيراقب كل المصروفات المصريه. شكرا جزيلا. بيدخل حتى في بعض طلبات رفع دعم او تغيير منظومه سداد او غيره من الحاجات دي. فالامر يا سيد الفاضل ليس هناك في الدول الوسطى، على فكره ان حد يستلم اموال نقديه ويتصرف بها كيفما شاء يعني. طيب اشكرك شكرا جزيلا الدكتور علاء عبد الحليم الخبير في الشؤون الاقتصاديه، كنت معي عبر الهاتف من القاهره. مشاهدينا دعوني اذهب الى زميلتي حياه اليماني، ستعرض على حضراتكم. نعم مشاهدينا، قبل ان اتحول الى حياه دعوني اتحول الى اربيل وصور حيه للزلزال الذي حدث منذ قليل في العراق. پاشکمی که در اگر مولاتان بوی که زنیاری زیادتر ورگرین نصر زیانکانی بو مالر زکلم قضایه برزان امریکا ایبینن دیارا دربندی خانه و کبینن که بومالزیک با یزی دربندی خانه گرته و زیانی کی زوری لیک و توتا و کوامینن اما مالی حولاتیه که بتواوی تختی عرض بوا اونده که دبین ریت سودل راوکی کی زور لناو حولاتیان دا بلاو بوتو دیارا بکشتی حالاتیان خویان آماده کن بوی که قضا که بجی بیان یا خود دور کونو لا. إذن مشاهدينا الكرام، كما ترون هذه صور حية ومباشرة من أربيل في شمال العراق لأثار الزلزال الذي ضرب شمال العراق منذ قليل، وكان بقوة 7.2 بمقياس ريختر، ومركزه كان السليمانية العراقية. شعر بهذا الزلزال مواطنو عدة دول منهم الكويت وإيران وتركيا. يعني بعض مواطني الكويت شعروا بقوة الهزة الأرضية والتي تراوحت أثرها في الكويت ما بين 4 و5 درجات بمقياس ريختر. على سبيل المثال، سفير أحد السفراء في العراق يتحدث أن الهزة الأرضية حتى هذه اللحظة لم تؤثر على الأرواح، لكن حقيقة نحن نتابع لحظة بلحظة وسنوفيكم أيضا بالعواجل تباعا فيما يخص هذا الأمر، وهل هناك أي تأثير على الأرواح والممتلكات أم لا. هذه الصور كما ذكرت لحضراتكم منذ قليل تأتينا حية ومباشرة من أربيل في شمال العراق، وآثار الزلزال الذي ضرب شمال العراق وشعر به بعض مواطني الكويت وإيران وتركيا. كانت قوة الزلزال بمقياس 7.2 بمقياس ريختر. تختي عرض بو وكو بين ريت بتواوي ام خانو كا دوقات بو الرخاوة بلام خوش بختانا اندامان يم خزانا سلامت. كهرباء هنا معك خربان قليل بله دیارا لیرا ل دربندی خان پلی رختری ابو ملرزک زور به ازبو و
و چندین خانور رو خاولیره ملام تایستا به دیاری کراوی نازان رید چند کس برکوتون هم خانو دو خات بود یاره و کوتم به تواوی استا بین رید که تختی عرض بود خوشبختانه خزانه که توانویانه که رزگاریان ببیوه تا درچن لنیو خانو کده استا لدربانی خان اولاتیان ناتون تسر جاده کن یا خود ناو شقامه کن بشکی زوری خلق ناو سن یعنی بچنا دروی شارک بوی که سلامت بن طلا روکی که زور لنیو خلق ده بلاو گوتوه و لبشه کی زوری بویا إذن مشاهدينا نعرض عليكم الآن صور حياة مباشرة من شمال العراق تحديدا من أربيل من بسبب الزلزال الذي ضربها بقوة 7.2 من عشرة على مقياس ريختر مساء اليوم الأحد تحديدا شمالي العراق بحسب هيئة الرصد الزلزالي العراقية الحكومية. وقد أعلنت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية أن قوة الزلزال بلغت 7.2 من عشرة ومركز جنوب غرب مدينة حلبجة شمالي العراق. ولم تعلن السلطات المحلية حتى الآن عن وقوع أي إصابات. وكذلك أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن 8 قرى إيرانية على الأقل تضررت بسبب الزلزال الذي ضرب العراق. وقال شعر بالزلزال سكان عدد من المناطق الإيرانية المتاخمة للعراق. تضررت 8 قرى وانقطعت الكهرباء عن عدد منها وقد أرسلت فرق إنقاذ إلى تلك المناطق. دعونا نعود مرة أخرى إلى موضوعات المسائية وارتفاع تذكرة المترو في مصر وإلى حياة اليماني. ستعرض على حضراتكم عدد من تعليقات مشاهدينا في هذا السياق. إليك حياة. نعم أحمد، بالطبع أنت تعلم تعليقات المشاهدين فيما يتعلق بمسألة الأسعار المتزايدة، واليوم أسعار تذاكر المترو هي التي أصابها الدور في الزيادة. علاء يقول راهو ممتاز جدا وإن شاء الله نزدي تحس وتثور بقى. وتعليق آخر من ثروت يقول الأسعار هتنخفض، السيسي أكد إنه الأسعار هتنخفض. ورقية هي الأخرى تقول الله يعين المصريين، اللهم فرج عنهم يا رب. وتغريدة من نجوان تقول فيها والله عيب عليكم، البلد كل يوم الوضع فيها بيسوء، يعني علشان واحد عنده 3 عيال بيدفعوا 30 جنيه بس مترو لنا الله. ومحمد بدر هو الآخر يقول المهم نبقى كده، وبعد نقاط للتعجب يقول خربتها. أذهب إلى تويتر حيث تعليق من وليد الشيخ يقول فيه إحنا نديكم المرتب وتمشونا انتوا طول الشهر بقى علشان إحنا مش عارفين نمشي. وتعليق من حمادة يقول أكيد ضروري تطوير المترو، بس الشعب عنده إيش غير تحويل الأموال من المغتربين؟ لو استثمر مليارات الخليج كان الحال كان أفضل. وتعليق من وليد هو ذلك التعليق السابق. إذن كما ترى أحمد، الشكوى الأساسية هي أن المواطن بالأساس يعني أثقل كاهله، فمزيد من الأعباء ومزيد من الثقل على كاهل المواطن، ولا أحد يدري إلى أين سينتهي. والأفضل كان كما قال أحد التعليقات خذوا المرتب ومشونا أنتم. شكرا جزيلا لك حياة. كما أشكر أيضا ضيوفي الكرام من القاهرة الدكتور علاء عبد الحليم أستاذ الاقتصاد، وكذلك سيد محمود العسقلاني رئيس حركة مواطنون ضد الغلاء. وأشكر ضيف الاستوديو الأستاذ علاء البحارة صحفي متخصص في الشأن الاقتصادي. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ علاء. مشاهدينا الكرام مستمرون معكم، وبعد الفاصل نتابع. جرحى في قصف لقوات النظام على مدن وبلدات الغوطة الشرقية بريف دمشق، ابقوا معنا.